من سينا. قرأناه في غزير إنتاجه، رواية تأريخا وسواها، من هانيبال إلى ابن زيكار، رافضون، ضحيتان، أميرة من لبنان، انطباعات أفريقية وسواها الكثير، وأيضا في الترجمات حروب العصيان والثورة، الموبوءات، شيطان الخير، والكثير من أعمال الكاتب الفرنسي أنري دو مونتيرلون. جورج مصروعة مؤرخ، لغوي، أديب، مناضل سياسي، كان صديقا لأنطون سعادي، سجن في معتقل الميومي في أربعينيات القرن الماضي، أدار وحرر في كثير صحف بينها الأجيال، النهار، صدى لبنان، الدبور، العرائس. في مطلع شبابه تزامل على مقعد واحد في معهد عين طورة في كسروان مع كمال جملاط وموريس الجميل. استرعى انتباهه التطور الفكري في حضارة الغرب، وكانت يومها موجة العقلانية تغزو أوروبا بتأثير من أوغست كونت وبروكا حول الاستعاضة عن الأحاسيس الإنسانية بالأبحاث العلمية والأرقام لمعرفة حقائق الإنسان والوجود رداً على التوجهات الرومانسية. ظل على تشكيك حتى قرأ بيركسون في كتابه معطيات الوجدان والتطور الخلاق، فارتاح إلى استعادة النفس الروحاني. قرأ مصروعة فلاسفة الغرب من ديكارت إلى نيتشه وكانت، ثم تعمق في مسألة الصراع الحضارات قبل المسيحية والإسلام إلى تيار التنافس السلمي في الاختراع والمعرفة مع سومر وحضارة أوغاريت وجبيل في مواجهة النزعة الحربية والسيطرة والغزو مع الرومان والفايكينجز، وفي قناعاته أن الصراع بين الشرق والغرب قديم جدا، وبرأيه بدأ عام 202 قبل الميلاد بين قرطاجة وروما، والفكرة تحتمل نقاشا طويلا. جورج مصروعة مثقف إنساني كبير، كتب الشعر المحكي، وكانت صولات تبار مع شلة الشعراء الأصدقاء، صليط اللسان، حاضر الطرفة. سألته يوما لماذا تحب حرق الأعشاب اليابسة في البراري؟ بسخرية رد وبسرعة: لأن فيها شيئا من جهنم. من سينا مع ميشيل معيكي.